كمان عايزين نطمن حضراتكم انه علي معلول خلاص وجيرالدو بينضموا لبعثة الفريق في المغرب، بعد طبعا كانوا بيشاركوا طبعا في المعسكر بلادهم هناك في تونس، وجيرالدو في بلده. رئيس اللجنة الطبية كمان في النادي محمد شوقي، دكتور محمد، بيرافق البعثة للنادي طبعا للمغرب. اللجنة الطبية في النادي كانت حريصة زي ما قلنا ان هي ترافق بعثة الفريق الاول لكرة القدم خلال رحلته النهاردة، رحلة طويلة اللي استمرت تقريبا 5 ساعات ونص. ودكتور محمد شوقي بيقول انه الامور ماشيه بشكل جيد في اطار اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازيه والوقائيه. كنا امبارح يمكن بنشوف كان معانا طبعا هنا مشرفنا الاستاذ حسين شريف اللي كان مشرفنا والمسؤول عن شركه اير كايرو. ده لما كانوا يعني لسه رايحين المطار، كانت تقريبا يعني الساعه 3 بعد الظهر النهارده في المطار النهارده. طبعا كنا بنتكلم امبارح عن اجراءات وقائيه مشدده جدا بتتم للبعثه، بعثة النادي الأهلي، من أول التطهير للتعقيم للأدوات اللي هم هيباخدوها. يعني هم استلموا الكمامات ديت، استلموا تقريبا 2 غير المواد اللي هي مواد التطهير، غير بقى عملية النظافة اللي بتحصل في الطيارة وبرة الطيارة. الكلام ده بياخد وقت طويل جدا يا جماعة. النهاردة كل ده بيتم للحفاظ على سلامة أفراد البعثة، بعثة النادي الأهلي. دكتور خالد محمود رئيس الجهاز الطبي للفريق كان بيطمن على كافة الإجراءات الاحترازية دي والإجراءات الوقائية. زي ما حضراتكم عارفين أن وقت ما كورونا جت في دلوقتي بروتوكول طبي بيتبع خاص بوزارة الصحة، وده طبعا بيشرف على الإجراءات الوقائية المشددة زي ما قلنا لأفراد بعثة النادي الأهلي. ده صحيح، ده كان مهم جدا ان احنا نطمن على أولادنا كمان في السفر، وكمان عايزين نطمن على كهرباء طبعا من العناصر المهمة جدا، وأوراق ان شاء الله تكون من الأوراق الرابحة. لكن لسه طبعا مع أجواء بعثة النادي والجهاز الطبي للفريق بيحط برنامج تأهيلي مكثف جدا لمحمود كهربا. عارفين محمود كهربا طبعا كان عنده إصابة خفيفة، بينفذ خلال التواجد ده. احنا دلوقتي جوه الطيارة دي اللقطات اللي جوه الطيارة ومراسلنا طبعا يعني أثناء السفر. وزي ما بقول يعني ان شاء الله ادي قدامنا كمان كهربا ان شاء الله نطمن عليه، لان اتحط له برنامج تاهيلي مكثف جدا للمرحله الجايه خلال اليومين الثلاثه اللي جايين. وكان اكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره ان كهربا هيخضع كمان لعلاج طبيعي مع فحص مستمر خلال تدريبات الفريق. واحنا زي ما عارفين ان كمان كهربا يمكن كان عنده شد خرج في اول مباراه امام بيراميدز، كان عنده شد في العضله الخلفيه شويه، وخلينا نقول ان العضله الخلفيه مقلقه شويه، لكن اعتقد الجهاز الطبي عنده الكفاءة وعنده القدرة إن شاء الله أن يكون كهربا جاهز. ولو مش حتى بيشارك في أول مباراة ممكن يكون له دور من خلال المباراة. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير كرة بالنادي قال أن كمان التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق إن شاء الله هينضم للبعثة في المغرب بكرة إن شاء الله يوم الأربع. وأوضح أن الجهاز الفني على تواصل دايما مستمر مع اللاعب بعد طبعا مشاركة علي معلول مع منتخب بلاده في المباراة الودية الأخيرة. وزي ما بنقول كله مستعد وكله يعني زي ما شايفين اللعيبة كمان شكلها مستريح، في تركيز.